كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. عدد المستفيدين 41916. احتفلت معاملة إقليم الصويرة على غرار باقي الأقاليم بالمملكة بالذكرى 16 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا اللقاء كان فرصة لاستحضار وتقييم سنتي 2019-2020 من خلال البرامج الأربعة التي تتكون المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالإضافة إلى ذلك كان واحد العرض خاص أو جزء خاص بالتدابير اللي اتخذتها يعني العمالة ديال صويرة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية للحد من جائحة كورونا فيروس. وفي الختام كان عرض أو جزء خاص بقطاع التعليم الأولي، هذا المحور اللي يعني خلال السنتين 2019-2020 استطاعت العمالة ديال صويرة إنجاز 122 وحدة، على اساس اننا غادي يعني غادي نشرع يعني بناء 155 وحده اضافيه سنه 2021 ان شاء الله. وشكرا. هذه وحده ادمين قياده تيتزي اللي كتضم 11 تلميذ حاليا، واللي كتندرج من مشاريع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انتاج 2020، واللي كتساهم بشكل كبير في نشر وفي تعميم التعليم الاولي باقليم الصويرة. ومن طبيعه الحال كاينين وحدات كثار بحال هذا، كاين حاليا 122 وحده للتعليم الاولي، وحنا حاليا بصدد انجاز مجموعه من الوحدات اخرى كذلك بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هما هاد المنبر كنشكروا هاد المبادره على هاد البادير اللي كدير في بناء هاد الوحدات، وكنشكر جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع. حنا تابعين المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي بشركاء ديالها اللي هما وزاره التربيه والتكوين ووزاره الداخليه والمجلس الاعلى للتربيه والتكوين ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. تأسست المؤسسة سنة 2008، بدأت في 2009. المهام ديالها الأساسية هي المهام الأساسية ديالها هي وضع نظام جديد للتعليم الأولي في أفق 2030، تقديم كل المعلومات للطفل سواء بالعربية أو بالفرنسية لتمكنه كطفل جيد تحضيرا للتعليم الابتدائي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.